صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القصص التي جاءت عن بني إسرائيل والتي ليس فيها معارضة لشريعتنا؟ فهل يجوز للخطيب أن يورد بعضها في خطبة الجمعة؟ المهم أن الخطيب يعتمد على الصحيح، على ما صح سنده، سواء كان من قصص من قبلنا أو كان من قصص هذه الأمة، فالمدار على الصحة. والوارد عن بني إسرائيل قسموه كما قسمه ابن كثير في أول التفسير إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بتصديقه فهذا يقبل، وقسم جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يرد، وقسم سكت عنه شرعنا فهذا هو محل الخلاف، هذا لا يصدق ولا يكذب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فهذا يتوقف فيه، الذي لا يعلم أنه كذب ولا يعلم أنه صحيح هذا يتوقف فيه، لا يكذب ولا يصدق. نعم.